بداية طبعا الكابتن الجايم يمكن ما حضرتوش كتير وهو لاعب، لكن هو تاريخ عظيم في كرة القدم، من الأجيال الجميلة. دايما أي حد من اللعيبة القدامى لما يتكلم عن نادي الاتحاد من ضمن الأسماء اللي لازم يقول الكابتن عبد الفتاح الجايم. كابتن عبد الفتاح الجايم أنا اشتغلت معاه بقالي حوالي 4 سنوات في قطاع البواعم، حد متزن، حد عاقل، حد عينيه كويسة، حد حابب نادي الاتحاد، حد متواضع. استفدت منه كتير وكنت مبسوط جدا اللي انا بشتغل معاه. طبعا خبرته في الملاعب كلاعب وكمدرب، ولا طبعا حد مثل منتخب مصر، حد مفيد نادي الاتحاد، وهو حابب قطاع البواعم على اساس حاسس ان القطاع دوت هو ده القطاع دوت بيبقى هو دايما مستقبل اي نادي. فهو بجد حد مفيد جدا وانا استفدت منه كتير، حتى انا شغلي الاداري في التواضع، استقبالنا اللعيبه، تعليمهم، نعلمهم حبهم للنادي. هو بصراحه يعني حاجه جميله قوي، ربنا يديله الصحه دايما ويبقى معانا في الملعب يعني ان شاء الله. اقول له انت حاجه جميله قوي، انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاك، لانك طبعا تاريخ في نادي الاتحاد كبير وتاريخ في مصر، والكابتن الجام طبعا يمكن نادي الاتحاد حصل على 6 بطولات كاس مصر، منهم كاسين سنة 73 و76 وهو كان مشارك فيهم. وطبعا يعني حاجة طريفة ان الماتشين كانوا في نهائي ضد النادي الاهلي، وهو كان احرز الهدف الثاني في سنة 73. كان الكابتن محمود الخطيب اتقدم في الشوط الاول، والكابتن شحتة الاسكندراني اتعادل، والكابتن الجايم جاب الهدف الثاني واتحاد كسب كاس مصر. فهو تاريخ عمرنا ما هننساه. حابب اقول له يا كابتن انت حاجه جميله، ودايما خليك على النهج اللي انت دايما في نادي الاتحاد، ودايما داعم، ودايما محب، ودايما في ظهرنا، ودايما حاجه جميله بالنسبه لنا يعني. هتقول ايه لابو الكباتن كابتن احمد؟ شكرا يا كابتن على الكلام الحلو ده. لا هو اداري شاطر، انا تبقى حاجه جميله اول لما تتكلموا على بعض كويس، ده انت تتكلم عليه وهو يتكلم عليه. لا ما بقول لك ما ينفعش تزايد على النادي. انا بيعجبني في ايه؟ ان الولد الصغير ده اما تعامله بلطف وبهدوء وبحب بتغرز شجره تطلع فعلا بتحب النادي، مثمره وبتحب النادي من خلالي. انا ما عنديش مدرب يزعق للعيب، مش عاجبك بلغني دون المستوى، ابص عليه شكرا. لكن لازم كل لعيب يعدي عليك.